وحول هذا الموضوع يسرنا ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق. مساء الخير سعادة السفير، وأهلا بك في نشرة أخبار الثامنة. نتحدث اليوم عن أمل جديد بإيجاد حلول لتحديات منطقة الشرق الأوسط. كيف ترى منطقة الشرق الأوسط في عهدها الجديد بعد توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين اتفاق السلام وإعلان تأييد السلام مع إسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن؟ طبعا امبارح أو بالأمس دولة الإمارات ومملكة البحرين مدوا أيديهم بالسلام في مشهد تاريخي، أعتقد أنه هو كان شجاع من قبلهم. المنطقة في خلال العشر سنين الماضية مرت بتوترات شديدة جدا وتقلبات شديدة جدا، أدت إلى أنه نجح قدر من كبير من التربص في هذه المنطقة من قوة كثيرة معادية سواء كانت إقليمية أو غيرها. ومن هنا كنا في حاجة إلى من يكسر جمود هذا يعني الإيقاع الموجود في المنطقة. وأعتقد أنه اليوم أو بالأمس بالأحرى كان يعني بداية لعهد جديد في المنطقة، وأيضا طريق طويل قد يكون كله يعني مش معبد بشكل جيد، لأنه في النهاية هذا الطريق الطويل يحتاج إلى دبلوماسية رافية، وأنا أثق تماما في دبلوماسية مملكة البحرين أنها تستطيع أنها تتجاوز صعاب كثيرة قد تنشأ في الطريق اللي احنا هنعبره من أجل تحقيق السلام في المنطقة. وبالتالي هناك مسؤولية كبيرة على مملكة البحرين ودولة الإمارات في الفترة القادمة. وطبعا أنا امبارح سمعت تأكيدات من دولة الإمارات ومملكة البحرين على أن هناك صيانة كاملة للحقوق الشعب الفلسطيني والاهتمام ب يعني تحقيق طموحاته ومتطلباته في إقامة دولته، وده شيء أعتقد أنه هو كان باعث لاطمئنان الرأي العام العربي بعد توقيع هذه الاتفاقيات اللي أنا أراها بداية عهد جديد في المنطقة، وإن شاء الله يكون مبشر بالخير وبالسلام. نعم سعادة السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق، شكرا جزيلا لك.